لانه انا من الحته الفلانيه وده من الحته الفلانيه وده من الشمال وده من الجنوب وده من الغرب. أيوة. يا ما الحياه دي انتهت حرفيا انتهت. يعني كمواطن انت بتعالى الانسان كانسان، وانا من صاحب اقول لك عاين للانسان كانسان، يعني هو من حقه كمواطن يعني يعبر عن رايه، من حقه كمواطن انه يأثر في المجتمع. يا جماعه نحن بنأثر على المجتمع والمجتمع بيأثر فينا. فانا لما قلت انا ودي الجزيره، انا احنا في الجزيره يا جماعه، انا اول حاجه الفيديو لما رفعته عشان اوضح للناس انه انا ما خايف من زول. اول حاجه يعني الاحتغال ده اللي احتغلونا، يعني ساعات بوصف لك انا في ولايه الجزيره من فداس الحليمه وبوصف لك كده، ما كان قصدي انه انا ودي البلد ديك وبجدع، انت فهمتني؟ انا بوصف للغوات يعني لو في زول شحضر الفيديو بتاعي ده وحاب يعرضني لمساءله قانونيه، لو انا انتهكت معلوماتيا حق زول في امني معلومات في البلد دي، لو انا انتهكت حق زول عشان يجي يختص مني، انت فاهم انا بوصف لك في مكاني؟ لا 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 كذب 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 ودجال في نهار رمضان، انت كذاب انت منافق انت قلت. وهسه هنا في الفيديو ده في المقطع حقه ده يا حبذا انا بس داير اوصل في نقطه مهمه كده، الليله السماعه نسيتها انت عارف جوا كونه ثاني اخش الغرفه اجيب سماعه، والله ده موضوع طويل كويس عشان داير اجر لك محل القال في، لكن برضه اجره ما مشكله. عرفت كلامي؟ ما تعمل حاجه يا ود الناس، ما تأدي وظيفتك، دافعين لك مرتب انت بتاخد قروش عشان بس تشتغل الشغل ده. لو انت شغالتكم دي كلكم ما بتعرفوها يا ما كلمونا، يعني هو ذاته تابع للجهاز، كلهم تابعين للجهاز. السودانيين نحن كمواطن انا عارف يجيب حقي براي خلاص، فنحن ما نصل لانفلات انه انا البلد دي ترقوا الجثث في الشارع، بس كل يوم تلقوا لكم تسع طويله ميت في الشارع. فهو برضه مواطن يا جماعه، هو ذاته انسان يعني، مع انه ما انسان للنهايه، نص انسان، لانه الباقي ده ما اعرف الباقي ده. شوف المهم نحن ما دارين تلقوا ناس ميتين في الشوارع وناس تعرضت لتزعة طويلة. فيا ما الإنسان بطبيعته لما يكون في مرحلة بتاعت غضب الإنسان بتتغير شخصيته. أول حاجة مش إنت لو بقيت جهاز أمني، ها قول إنت ما هو سلاح تاني موجود من أي زول عنده سلاح. الفارقة وقلة أدب حقكم ذاك انتهى. موضوع بتاع السلاح وطبنجات وكلاش وجيم ثلاثة والعساكر ذاته قاعدين هناك، عارف نحن معارضة نحن شرطة نحن جيش نحن أي حاجة ذات. أنا بس دير أوصل حقك ده، والله شوف أنا معك كون ذول يشيل حقك ده ما تقبله، لكن أنا ليه يوم الليلة تاني بكرر لك بيدك بقول لك إنت ما راجل، إنت لو راجل عليك الله بس أقتل لنا ناس الدعم السريع، اختصبوا أمهاتكم وأخواتكم وطلبوا في الشمال عديل جثث ترقد في الشارع ونحن ونسوي يا اخي رقت لنا الجثث دي بتاع الجنجويت جوكم في الخرطوم ده، جنجويت عديل متخلفين جو من النيجر ومالي وسنتر افريقيا وتشات عديل قاعدين معاكم في الخرطوم، ليش انو ما قتلتم؟ انصر يا اخي الله لا جاب باقيك يا اخي تظل انصر يا اخي، ومش تقول لي انا جهاز امني، جهاز امني ده شنو؟ ما سلاح بس هلكا كده معي ابقى مفوت بلبس ولابسينه ما سلاح بس، صح؟ الفرق بس بينك وبين اي طرف تاني سلاح، والسلاح موجود، السلاح موجود وحل حل على الجد والجد حل حل عليه وحباب الشر محل ما بتك. انت بتلعب ليبل شنو؟ انت بترقد الناس جثث انت ذاته بترقد جثث، ده كله اللغط ده كله انت عارف اجابه شنو؟ اللغط ده كله كده بس مشكلتهم انه السلطه انفكت من يدهم وما بترجع لك تاني، انت ترجع للعامة غرب وشرق وجنوب وشمال، والان السلطة في يد الجنجويت. انا وانت في فتيل راح نقلع سلطة بدل تجي لعنصرية وبتاع. انا ما قلت لك انه انا ما بعيد في تسعة طويلة يقلع حقك دقه هو، تعال انت دار تحاكمه بيات قانون تسعة طويلة، انا ما والله ما دفعنا عنه، لكن انت دار تحاكمه بيات قانون بالقانون الوضع الموجود سجن وتقلع حقك منه، ما في دقه شيل حقك بيدك، انت بقى قبضته ادي بسطونتين وشيل حقك بالشرع، انت مسلم هاي اقطع يده. الشمالين برضه هنا يديلهم في الفيديو قبضتهم شمالين قطوا يدينهم، طبقوا الشريعه احنا معاكم، ده رساله للشماليين اللي قاعدين يتبجحوا، يعني جزء من ابناء الشمال السفل اللي بيتبجحوا، طبقوا الشريعه. السارق ده اقطعوا يده صح؟ السارق والسارقه اقطعوا ايديهما نكالا بما كسبا صح؟ اقطعوهم
لكن تقول قال انا برقد البلد دي جثث، والله ما راجل، اقسم بالله ما راجل، والله جت واحد فيكم راجل ورجال ما في. ليه؟ الدليل لانه اختصموا نسوانكم واخواتكم قدامكم يا حدا في الخرطوم. طيب يا احمد انت برضه ما اختصموا اخواتك وامهاتكم في دارفور؟ صحيح كلامك انا معاك، ولكن كان الحركات المسلحه مننا بالخرا بالخلا، لكن حسي اللي حصل شنو؟ اشترينا سلاحنا ويزول بحمي نفسه ودك عديل، وانت سمعتها وشفتها والله فاتيقة تحضرها، شغالين جلد في الجنجويد، جلد جلد دعمي سري بس ستك اربع جهاد بس يب يب بيب 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 بيب. مني انت عارف عمل شنو؟ انت ما شايف مني فات هناك في ولاية غرب دارفور؟ بانه ولاية داك شفت نظام كده بس هدية بس نب نب للجنجويد، قاعد مع رؤساء الجنجويد. يا جماعة حولوا لي مني صور القاعد مع رؤساء الجنجويد. الجنجويد قالوا دارين انت عايش سلمي يا جنجويد، الدنيا مش رمضان، قسما بالله سلاسل والسماء ينطبق مع الارض، ما في اي تعايش سلمي مع الجنجويد الا بشروط، والشروط اربعه وانا قلتهم كويس. ما رجال يا زول، ما راجل، خلينا من كده، انت ما راجل. اركب الدعم السريع يا هودا، عديل جو من النيجر وكرنجالي وخشلوكم هناك واختصبوا امهاتكم واخواتكم. يعني شنو بالضروره يختصبوا امك؟ انت امك ولا اختك؟ اي شماليه اختصبوها انت شمالي بمثلك، واي دارفوريه اختصبوها بتمثلني انا دارفوري، معروقات جغرافيه تتكلم كيف؟ انا احنا قاعدين نخلص حقنا، ورينا انت بقت على تسعه طويله السنوات، ناس السنوات الكيزان ما بقت ولا دفاعا عنهم، قبطوعي دقوا شيلوا حقك، شيل حقك منه، اصلا ما دفاع اليوم، لكن ما تتأنصر. لقيتوا شماليين برضه يا حديل، حسي كميه يا حديل، كميه تسعه طويله يا حديل، يا حديل شماليين تسعه طويله، عرفت كلامي؟ دقهم كلهم كلهم جت، ما تفرزوا افجهم لي جت، عرفت كلامي؟ عشان ما الشغله عشان ما تكون ساكت. اي شمال اللي لقيته دقه، اي دارفور اللي لقيته دقه، انا معاك في الفكره، وطبقوا الشريعه ذاته، الشريعه المزيفه اللي عندكم دي طبقوها ذاته. السارق ده اقطعوا يده صح، لكن الزول اللي اختصب ارضك وارضك ده 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 قتل، ده راس ماله قتل طبعا صح، وقتلوه زول ده اختصب ارضك وارضك. تخلوا الزول اللي اختصب ارضك وارضك، زول سرق لك 5 جنيه تقتله؟ لا، اللي بيستحق الموت منه؟ بيستحق الموت حميتي والغجر اللي جابه امام. تقول لي انا راجل؟ يا رجاله، الناس اللي قاعدين برا ديل تحياتنا لهم جد، الان قاعدين يقدموا الغالي والنفيس ويشتروا سلاح لاهلهم في دارفور وبقوا بيردوا، الجنجويد به حميتي ذاته قاعد يبكي. واي حولوا لي يا جماعه في الواتساب، مني فات قاعد مع الغجر كويس، مني يا رجال الله حولوا لي يا جماعه، حولوا لي كويس، كميه كده بتاع الجنجويد مني فات قاعد معاهم، الجنجويد به حببته في الركوبه قالوا واي امي، عرفتها؟ شفت البلده كيف؟ زمان ما الحركات المسلحه غمننا نحن بالخلا، ما كان خمننا بالخلا، هسي الان ما في اي حركه مسلحه يمثلنا، نم ضربناهم جت، دقيناهم في ارض الحائط، ويا زول كلامه محفوظ. طيب نقرا التعليق بتاع الزول ده، كويس اصبر يا كسلا، نحن الشماليين كويس، ما اعرف حقتنا مطلع من همتي دي جن، ايوه هسي هسي ده شمالي رد هسي، ما بعدين لا 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 هسي هسي ده انا اختصبوا لي امي واختي، يعني ما بالضروره امي انا كويس اللي ولدتني ولا اختي، الدارفوريات دلجت اخواتي وامهاتي اختصبوهم وقتلوهم وشرطوا بطونهم وبتاع، الان انا قاعد اردك في كرامتي والسلاح معانا والجنجويد دقيناه وقال واي، والتحياتنا للناس اللي قاعدين يدقوا ضرب من طرف دق من طرف في الجنينه قال واي. انتوا كشماليين برضه ديك لغاتكم الجغرافيه، ورونا كتاب ورونا كتاب، بقت على تسعه طويله ما عارفين انتوا الصنعه ومنو تسعه طويله، قبطوه دقوا انا معاك واقلع حقك منه، طبقوا الشريعه اقطعوا يده انا معاك، قطوا يدينه الاثنين وكورينه ذاته خلوه دقوا، الكلام ما يكون ساكت، الكلام ما يكون ساكت يا جماعة. زول سرق تلفون والله ما دفاعا لتسعة طويلة ولا عفن، زول سرق تلفون وزول شال مالك واختصب ارضك وعرضك، اللي بيستحق القتل منه؟ كان بالسياسة كان بالحكم الوضعي كان بالشريعة بيستحق منه؟ منو اللي بيستحق القتل؟ حسي هنا في الاتحاد الأوروبي ده مش دولة ألمانية، لو اختصبت لك بيت خسرة بيقتلوك، رأيك شنو؟ طبقوا لنا القانون ده. طيب هسي هنا ده في الاتحاد الاوروبي اختصبت بيت خاسره بيقتلوك، ما في حاجه اسمه سجن هنا، قتل طوالي. طيب انتوا ما كنتوا مسلمين؟
ها الزول اللي اغتصب ارضكم وارضكم ما تقتلوا يا احمد، انت برضه ما تقتل، انا شغال يا اوريك، اوريك الفيديوهات يا زول، دك شغال ادي كون الجنينه جوا اسمه مستره كرينك جبل مون 5 مرات لبي كويس، شرق الجبل كولجي شغل ماشي، ولسه انت شفت ويا ما دي حسي في دك الجنجويد شالوا جزء من جزء ركز عشان ما تنط في رقبتي، جزء من ابناء التامة شالوم خمون بالخلا، قال لهم انتوا عرب اخواننا، مع انه القبيله بريئه من كل البراءة، وانا زملاني تامة كثير جدا، وكنت في باريس ذاته قاعد في واحد تاماوي وحسي يمكن قاعد معي في اللايف بسمع كلامي، وفي اي قبيله في شواس خموا جزء من اخواننا التامة، جزء مساكين كده خمون بالخلا، قالوا لهم انتوا عرب وبتاع. اليومين ده كان حصل الصراعات اتجاه بير دقيق كويس.